أخبار اليوم. شايف البيوت سيادتها كده، كل البيوت دي قطاع واللي ورانا قطاع. البيت اللي بقولك عليه 3 ادوار اهو، البيت ده 3 ادوار واحنا دورين، دور الخشب فوق ودور ارض هنا. البيت اللي جنبنا ده 3 ادوار هيقع علينا، مهدد صوره وبس عندك هيقع. الرئيس السيسي وعد ان هو هيقضي على العشوائيات في خلال سنتين، انت تقول له ايه؟ اقول له يا ريت يجيب لنا شقه على قدنا. انا يعني ده ما جابوش سيره رز الفرج، ده رز الفرج دي كلها هتتهد، يعني كلها بيوت هتقع كلها. عمالين يقول العشوائيات هنا وهنا وهنا ومش جايبين حتى سيره رز الفرج في اي حاجه. الرئيس السيسي وعد ان هو في خلال سنتين هيقضي على العشوائيات وهيسكن الناس في بيوت كويسه ووفر لهم تعليم ووفر لهم كل حاجه. يا ريت، احنا عايزين اكتر من كده. يا ريت بس يبقى على قدنا، على قد يعني مش انا اخد 1100 جنيه في الشهر. انا هنا يعني اهو ماشي معانا، انما لو طلعت بره هدفع ايجار ايه، ميه ايه، كهرباء ايه. احنا قاعدين ومتحملين القرار بتاعه، لما يجي القرار بتاعه زي ما قالوا انه هيطوروا لنا، بس انا بتمنى لما يطوروا ما يمشي اللي قاعد في اوضه يديله اوضه، يعني مثلا اللي قاعد في اوضه يديله 2 بحمام بمطبخ يقعد هو وعياله. في ناس تعبانه جدا جدا جدا، الناس هنا تعبانه قوي 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 قوي. خشب اهو زي ما انت شايف كده، بس احنا مركونه بقالها والله كام شهر علشان عايزه خشب وعايزه حاجات نعملها، فمستنيين ربنا يسهل. ده بتعملوا ايه في الشتاء يا حاجه في الحاجات دي؟ والله يا ابني كنا بنغرق. قلت انا قاعده انا وعيالي هنا وما عندناش حمام مطبخ ولا اي حاجه. مش مشكله انت ننزل الحمام تحت انا وعيالي، وما فيش لما يجي النطر بتنطر بنحط اطباق وحاجات عشان خاطر النطر بتنطر علينا، وفي الحر زي ما انت شايف الاوضه كاتمه بنموت من الحر. عشان يبعتوا لك الشغل. السلام عليكم يا حاج. الرئيس السيسي بيقول ان هو في خلال سنتين هيشيل العشوائيات وهيسكن الناس في اماكن جديده، انت عايز تقول له ايه؟ ولا حاجه، اقول ايه؟ اقول عاوزين مساكن بس، ولا حاجه نفسي في ايه؟ عاوزين مساكن بس. إن شاء الله قريبة، مش في آخر الدنيا وكن بيننا وبين صحرات، عايزين إن شاء الله قريبة ونعيش بقية أيامنا اللي إحنا عايزين نعيشها. كلكم شايفين إحنا عايشين إزاي، والناس كلها بره عايشة إزاي، وإحنا هنا عايشين إزاي. يعتبر إن إحنا قاعدين هنا تحت الأرض وكلهم بره قاعدين وعادي خالص، وبياكلوا وبيشربوا وعايشين في قصورة، وإحنا هنا عايشين تحت الأرض. وأديكم شفتوا الأوض اللي إحنا عايشين فيها، بيبقى 4 اوض وبيبقى 4 ناس وخمس ناس قاعدين في اوضه وعلى السرير وكنبه، وبيكملوا النوم كله في الارض. تبقى اوضه واحده شايله المطبخ وشايله الثلاجه وشايله الحاجه كلها، وده ما يرضيش ربنا طبعا. السوفه هنا، بص السوفه هنا بتنزل ميه، وده اللي بتخر، وده بالك معمول من الخشب. وعندي حضرتك برضو جوه برضو اللي هنا برضو السقفه برضو تعبانه، واخد بال حضرتك؟ وفوق برضو نفس الطريقه، النطره بقى والكلام ده بتغرق الدنيا ايه فوق، واخد بال حضرتك؟ لما بقى لما كل شقتي كده في الشتاء على بعضها وبتنزل علينا ميه بقى بعد عنك، النطره كلها بتبقى عندنا هنا في الشقه. انا نفسي اطلب من الرئيس واخد بالك ان احنا يعني شقه، واخد بالك نعرف نعيش فيها، واخد بال حضرتك؟ ما فيش اكتر من كده. ويمكن نعمل بقى، انا شغال على الله باب رزق، شغال على الله ارزاق يعني،
باي باي حضرتك. عايزين نعيش عيشة كويسة زي الناس اللي عايشة عيشة كويسة. في مفاجأة حلوة ان الرئيس وعد ان شاء الله ان هو يقضي على مشكلة العشوائيات في خطابه، وهيساعد كل الناس اللي ساكنة في عشوائيات ان شاء الله هتعيش في شقق وهتبقى عايشة مرتاحة. واحنا بدورنا كإعلاميين حابين نوصل لكم الرسالة دي. انت نفسك تقولي ايه للرئيس؟ اقول له يرضى عليك ويكفك شر المرض ويخليك لينا ويكفك شر المرض وتشوف الغلبة دي عايزة ايه. يا رئيس انا نفسي حج ويجعلك في الدنيا وابعت لي حجة كده حلوة. دلوقتي فوق سطح احدى البيوت في المناطق العشوائيه طبعا شايفين الحياه معدومه والناس نفسها تعيش ونفسها تحس ان هي عايشه. البيوت من صفيح ومن خشب، مشهد مأساوي. نتمنى ان الناس دي تعيش حياه افضل من كده.